قامت جامعة عين شمس قطاع شؤون المجتمع والبيئة بالتنسيق مع حي السلام أول بتنظيم قافلة تنموية شاملة بمشروع أهالينا واحد الذي نفذته الدولة كبديل للعشوائيات. وأيضا وتضمنت أيضا القافلة عيادة تخاطب وعيادة كاملة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوعية لأسرهم بكيفية التعامل معهم، كما تضمنت القافلة حملات توعية لكيفية التعامل مع مرضى الضغط والسكر وتنظيم الأسرة وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. طالعين 5 كليات، كلية الطب لها عيادات مختلفة، في عيادة بطنة، في عيادة رمد، في عيادة جلدية، في عيادة نساء، في أطفال، في أكتر من عيادة. دي كلية الطب. كلية الطفولة، كلية الطفولة بتقدم خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بتشوف اللي هي تشنجات الأطفال، عسر القراءة، التأخر الذهني، وبتقدم توعية للأهالي ازاي يتعاملوا مع ذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا كمان كلية التمريض، كلية التمريض بتقيس ضغط وسكر. هذه القافلة هي قافلة تنموية شاملة بتضم محورا طبيا ومحور محو الأمية بالإضافة إلى مجموعة من الندوات التوعوية، وتأتي هذه القوافل يعني انطلاقا من الدور اللي بتقوم بالقيادة السياسية من أجل تنمية القرى الأكثر فقرا والمناطق الأكثر احتياجا.